كم اللي تعودتوا دائما تشوفونها صلحها، كور العجينة إلى كور، بعدين نحشيها باللحم، بعد ما نخبزها نحط فيها، أفتحها وحط فيها خيار وطماطم وجرجير. هذه اللي تعودنا عليها ونحب نصلحها دائما. سمبوسة لحم أو فطاير لحم. باقي العجينة بصلح إن شاء الله جبنية. وفلحنا مع الفريح. اللهم لك الحمد والشكر. توكلنا على الله. شايفين العجينة ما شاء الله تبارك الله طروتها وليونتها. عندي هنا حشوة اللحم سبق وصلحتها معكم. نسكرها عليها زي الفطيرة كذا. وأكمل نفس الطريقة. يلا نشوفكم إن شاء الله بجينا نصلح الجبنية. خلصنا فطاير اللحم، بغطيها شوي كذا 10 دقايق ودخلها الفرن، وبجهز الآن الجبنية.